بدي ارجع رحب فيكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا بهالحلقه الخاصه بعيد الميلاد وضيفتنا لليوم داليدا عياش. اهلا وسهلا فيكي عن جديد وينعاد عليك ايضا عن جديد. داليدا عياش حضرتك بابليك فيجر على الانستغرام والفيسبوك، صار عندك اكثر من نص مليون فولوور، مع ان ما بتطلي كثير على الاعلام، ما بتطلي كثير على تي في، وانا شكري كمان لانك اليوم انت معنا. شو السر؟ إذا بدك الأولوية دائماً عندي هي للبيت وللعائلة وللشغل، ومن بعدها بيكونوا الإطلالات الإعلامية بس لاقي في لزوم. فذاتس واي. نعم داليدا، أكيد في عمل تاني عم تشتغلي عليها وأكيد من المهم إنه نحكي عنها. حضرتك نائبة رئيس جمعية عياش الطفولة يلي تعنى بتأمين التعليم المجاني للأطفال الأقل حظاً، ودورك مهم لأنه أنت بتتعاطي بشكل مباشر وبتتابعي هالحالات وكل الحالات الموجودة. بداية خبرينا كم ولد صار موجود بالجمعية لهلأ؟ مظبوط، جمعية عياش الطفولة أسسها رامي سنة 2010، ومن بعدها أنا صرت انفولفد وعم بهتم فيها. صار في عنا لليوم أكثر من 2000 طفل من جميع المناطق اللبنانية، بنهتم بتعليمهم بكل مستلزمات التعليم كمان اللي بيعوزون وتنقلاتهم. وبالمغرب العربي صار في عنا أكثر من 4000 طفل، وبحب حي اكيد فريق عياش الطفوله اللي كثير كبير والمتطوعين فيه على جهدهم وتعبهم وايمانهم برساله هيدي الجمعيه. يعني الجمعيه مثل ما ذكرت حضرتك يعني مش بس بلبنان، برا ايضا عم تهتموا اكاديميا بتعليمهم، ولكن ايضا رامي اكيد حط بصمته بالجمعيه. الموسيقى لها دور كثير كبير بالجمعيه اللي هي جديده لنا ايضا بالجمعيات. مظبوط، عياش الطفوله بالتعاون مع لوبام بعقلين عندنا اذا بدك تعليم الموسيقى المجاني للاطفال. عندنا صار اكثر من 250 طفل بنعلمهم آلات النفخ، وبتعرفي الحمد لله بيتخرجوا الاطفال عندهم مهنه بين ايديهم، وبنفس الوقت الآلات اللي تعلموا عليها بيقدروا ياخذوها معهم. داليدا، بين الفاشن شوز والديزاينز وكل الامور يلي عم تقومي فيها والجمعيه يلي بتتطلب وقت كثير منك، بتخصصي وقت لارام ابنكم الله يخلي لكم اياه، قد ايه هون الامومه بتلعب دور مهم انك تخصصي اولوياتك لها؟ اكيد الامومه تو مي اتس everything. هون عم شوف صورتك الله يخليكم لبعض. ثانك يو، ويخلي لكم أرام وإن شاء الله بشوف أخواته. مثل ما ذكرت أنه الأمومة عندها أكيد الأولوية لألي، ومثل كل أم يعني بجرب قد ما فيي أنه أكون دايماً أفيلابل، والحمد لله عندي تيم كتير مساعد أكيد بيساعدني حتى أقدر إذا بديك لحق او اقدر اوفق بين هول البيت والشغل. يعني عندك نشاطات، عندك سفره، عندك شيء طارئ بتقولي لا انا اولويتي اني ابقى هلا مع ارام لانه بحاجتي مثلا بهالوقت؟ اكيد اذا كان في شيء بيقدر ينطر او منه كثير مهم بقدر ما اتواجد فيه او ابعت حدا بدالي، اي ويل دو ذس. بدي ارجع لارام كمان يلي صار عمره 9 أشهر، العمر كله يا رب ويتربى بعزكم. شو غير بحياه داليدا ورامي ايضا حضور ارام؟ كثير كثير، بتعرفي ما في كلمات تقدر تعبر عن هذا الشعور. نعم. وكل ام بتتفهم هذا الشيء، بتمنى انه كل امراه تحس هذا الشعور، والله ما يحرم حدا. أمين. من الامومه يا رب. اكيد من تمك لبيب السما. نسينا نسالك، عم تحضري امير الليل؟ اكيد اكيد. ما فينا نقفي دفنا. لا انا عرفت انك عم تقفي يمكن كم حلقه، ورامي عم بيقول لك ولا وشو واجباتك وش عم تقومي فيها؟ لا ما بتزبط ابدا، بالعكس بتعرفي عم بيأسرنا كمان كثير امير الليل، انه من الاحد للاربعاء دائما افيلبل، ببقى ناطرته كل النهار اذا بدك. الحمد لله ام سو براود اوف هيدا العمل. رامي تعب فيه كثير، والعالم لما بتعرفوا انه هيدا العمل اخذ سنه وخمسة اشهر تصوير. نعم. وتقريبا كان التصوير 17 ساعه بنهار. نعم. كانت فتره كثير صعبه علينا اذا بدك، during my pregnancy وبعد ما ولدت، وكنت هيك اشتاق له كثير، بس الحمد لله هيدا كل التعب اتس paying اوف هلا بهيدا النجاح. لانه مش بس انتم عم بتكونوا الساعه 8:30 على شاشه الالبسي، كل لبنان على الريتنج يلي عم ياخذوا امير الليل، كل العالم عم تحضر. بتحبي رامي المطرب ولا رامي الممثل؟ الاثنين
الاثنين كل واحد له شيء. هلا اكيد الاساس هو رامي المطرب بس مثل ما الكل شايف انه رامي عنده كثير طاقات بالتمثيل فدفنتلي انا المشجع الاكبر له. داليدا شو بيقولوا لك العالم؟ ممكن تكون غيرانة من فرح مثلا، شو بيقولوا لك؟ ليكي ابدا بنسأل هلا هيدا السؤال كثير، بس انه انا حدا كثير بيقدر يفصل بين الحياة المهنية وحياة العائلية، ونحن متفاهمين على كل هول التفاصيل، واكيد بضله تمثيل والسكريبت انا قريته وعجبني وانا كنت الداعم الاكبر. انت اللي وافقتي عليه قبل رامي؟ اكيد، مش اذا بدك وافقت لي عليه، انا عجبني وسوا تشجعنا حتى يخوض هيدي التجربة. بس ما عرفنا اذا الامير عامل امير بالبيت واكثر الامير قبل ما يكون امير بامير الليل. اذا كان امير بامير الليل هو ملك بالبيت دفنتلي. بس مع ان رامي اللي حلو فيه انه متواضع كثير مش شوي، الحمد لله. يعني بي بي بيسلم بس يفوت على الصغير وعلى الكبير. قد ايه هذا الشيء انت كمان فخوره فيه كانسان لرامي، غير انه ستار وكل العالم بتحبه، ولكن رامي الانسان دفنتلي. هلا الانسان يعني اذا بدك رامي الانسان بيجي اكيد. طبعا انا فخوره كثير بالفنان وهيك، بس هذا الشيء اللي بحبه اكثر واكثر برامي. بحب قربه من الكل، وهذا الشيء كثير بيعني لي، وبتمنى انه اقدر ارام يطلع مثل بيو يا رب ان شاء الله. اكيد داليدا ذكرتي انه لما تقدم السيناريو او العمل لرامي انت قدتي، يعني بنفهم انه داليدا كمان بتتعاطى بتفاصيل حياه رامي، انت بتتدخلي ولا هو بيستشيرك؟ هل قد بتتبادلوا الاراء والافكار؟ ايه ما بحب سميها تدخل، اذا بدك هو يعني التعاون سوا، يعني بنتفق عليهم together. بتجي تلقائيا يعني بنستشير بعضنا بهيدي التفاصيل. بمحبه اكيد طبعا. رامي بغار عليك؟ بدك تسالي هيك هلا؟ ما بتعرفي. كل شيء ضمن المقبول اكيد. أوكي. يعني طبعا يعني مثل حيلا كابل. حلو حلو الغيرة بتغاري عليه؟ لا طبعا اكيد اوريدي قلت لك حدا، انا حدا بيقدر يفصل غير مسلسل امير الليل. بحياتنا العاديه اليوميه اكيد المعجبات والمعجبين بيكونوا دائما حواليك. انا انا يعني براعي شعور المعجبات وبعرف بس يلتقوا فيه قد بيتحمسوا حتى يسلموا عليه. وبالعكس بحب محبه العالم كثير له، يعني بيعني لي هذا الشيء. بعدين لما هيك بيقربوا ليسلموا عليه اكيد ياخذوا سيلفي يتصوروا. اكيد انا اي ستاند باي اند اي واتش، هيك بحب شوف لمحبه العالم بعيونهم. بس صراحة حضرتك كمان صرتي بابليك فيجر، يعني في عالم كثير يعني بتتصور معك ايضا مش بس مع رامي. صوتك حلو؟ لا الا هيدا ابدا. اذا بدك الا بيعطي شيء وبياخذ شيء، فاعطي لرامي فاخذها مني كومبليتلي. ابدا ارام معقول يطلع صوته حلو؟ ما حدا بيعرف. ما حدا بيعرف، بس ليكي على هلا الصريخ اللي عم بيصرخه ارام بشك يعني عم يفتح صوته. هلا عندكم مشكله اذا ارام يعني كمل مشوار بيو؟ ليكي ولا مرة فكرنا فيها. فيها ابدا، بس اذا كانت هيدا الباشن تبعه حيكون هنيك اكيد حنكون الداعمين الاكبر له. نعم. داليدا رامي عياش شو عم بحضر هلا؟ هيك في شيء بدك تخبرينا اياه؟ صراحه في كذا شيء قريبا عم بحضر لسنجل بينزل قريبا مع فيديو كليب. بنفس الوقت حنكون براس السنه بمصر، عندنا حفلتين، وحده بالفيرمونت وحده بالفور سيزون. وبنفس الوقت عم بيتقدم له كثير عروض بالتمثيل كمان حاليا، عم بيدرسون اذا عجبوا شيء. عم تدرسون سوا؟ وي دو اكشلي. بتعرفي كثير رامي بيهمه انه الكاركتر يكون قريب منه او بيشبهه او بحس فيه. اكيد. فان شاء الله اذا عجبوا شيء معقول يرجع يعيد التجربه. اكيد نحن ناطرينه، كل العالم ناطرته لرامي. لانه حبيناه بهالتجربه، يعني عن جد صار سوبر ستار بالتمثيل ايضا مش بس بالغناء. من اسبوعين طال كمان النجم رامي عياش بحفل كثير كبير بكازينو لبنان، وكانت تحية كتير كبيرة للراحل ملحم بركات مع وجود 40 طفل وطفلة. خبرينا عن هالعمل وكيف كانت ردة فعل العالم. الحمد لله كان حفل كتير ضخم وكان التنظيم رائع جدا. حب رامي يكرم من خلال الراحل ملحم بركات، من خلال إذا بدك افتتح الحفل بغنيتين مع كورال أطفال تكريما لروحه، ورجع امتد الحفل لمده ساعتين والحمد لله كان ناجح كثير مثل كل حفلاته. الحمد لله.
داليدا عياش، نحن بدنا نتمنى لك التوفيق بكل خطواتك المستقبلية وين ما كنتي، وأكيد تحياتنا لرامي عياش، الله يخليكم لبعض. وجوي نوال، أهلا وسهلا فيكي. ميرسي، تنعاد على الجميع يا رب بالصحة والعافية. يا هلا.